مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الخاص ببرمجة الجداول باستخدام لغة الجافا سكريبت. فالجداول أو الأراي باللغة الإنجليزية فهي موجودة في معظم لغات البرمجة. لتعريف جدول معين نقوم بفار أراي ومثلا 1 2 3. فالأراي فهو من فنوع الأراي فهو أوبجي، وهو شبيه إلى حد ما ب الأوبجي الخاص بالجافا سكريبت. فالأراي يمكننا مثلا من تعريف المصفوفات في الرياضيات، مثلا لماتريس var ماتريس ففي هذه الحالة قمنا بخلق جدول يحتوي على جداول أخرى هكذا. عندما نقوم بكونسول لوج ماتريس دو زيرو فإن الإليمون الأول في هذا الجدول فهو جدول. كما تلاحظون فالجدول يمكن أن يحتوي على جدول آخر. يمكن أيضا إضافة معلومات إلى الجدول. عندما نقوم بالري بوان فإننا نحصل على كل الدول المعرفة على الجدول، مثلا بوش تقوم بإضافة قيمة تيست فور تيوتوريال، فإن البوش ستقوم بإضافة قيمة جديدة في نهاية هذا الجدول. كما تلاحظون فالقيمة الثالثة فهي الجملة. عند القيام بكونسول لوج فإننا نطبع الجدول ككل. كما تلاحظون نقوم بخلق جدول آخر للتجربة هكذا. لاستخلاص قيم ذلك الجدول نستطيع القيام ب for simple array length e plus plus، ومن ثم القيام ب console log simple array simple array دو اي هكذا. فإن الفور تستطيع المرور على كل الجدول واستخلاص القيمة. هناك أيضا ميثود معرفة على الجداول والمسمات ب بفور اتش. ففور اتش فهي إيتيراتور على الجداول، ففي كل مرة تقوم باستخلاص إليمون من الجدول، وفي المرة الأخرى تمر إلى next حتى انتهاء ذلك الجدول بطريقة أسنكرون باستخدام الكالباك. فالنتيجة فهي نفسها. نستطيع أيضا حساب طول الجدول كما رأيتم داخل دالة الفور، أو تحويل الجدول إلى شين دو كاركتر. سيقوم بحذف المعقوفات وتحويل الإليمون بالجدول إلى شين دو كاركتر مع الاحتفاظ بالفاصلة. ماتريس سأستغل المثال الخاص بماتريس. نستطيع أيضا إضافة جيسون مثلا يدي سيتي رابع. كما تلاحظون يمكن أيضا إضافة بوش أو القيام بعملية بوش إلى الجدول.
في هذا المثال قمت بإضافة أوبجي إلى تابلو. 0 1 2 3 4، فالأوبجي هو الإليمون الرابع في الجدول. مثلا إذا كنا نريد استخلاص سيتي، سنقوم ب console.log ماتريس، فهو الإليمون الرابع يعطينا أوبجي، ومن ثم الولوج إلى سيتي كما تلاحظ. فإن الجداول في جافا سكريبت يمكن أن تحتوي على قيم إتروجين من أنواع مختلفة، ويمكن إضافة تابلو داخل تابلو، أو أوبجي داخل تابلو، أو أوبجي داخل تابلو في جدول آخر. مثلا مثلا أظن أنني نسيت غلق هذا الشيء console.dir. فالطابلو الآن يحتوي على 6 قيم، فالقيمة الخامسة فهي طابلو يحتوي على 2 من الأوبجي. مثلا إذا كنا نريد استخلاص سيتي باري، فإننا سنقوم بطبع الماتريس، فهو الإليمون الخامس، فالإليمون الخامس فهو طابلو يحتوي على طابلو آخر بدوره، فالقيمة 0 فهي الخاصة بكش، والقيمة 1 فهي الخاصة بباري، أي أننا سنقوم باستخلاص قيمة 1. الآن قمنا باستخلاص الأوبجي، بعد ذلك سنستخلص اسم المدينة بهذا الشكل كما تلاحظون. فمبدأ الجداول في جافا سكريبت فهو بسيط، إلا أنه وجب الحذر عند التعامل مع جداول معقدة بعض الشيء كهذا المثال، أي جدول يحتوي على جداول أخرى وتحتوي بدورها على تلان أوبجي أو مؤشرات نحو دول، فوجب الحذر عند التعامل مع جداول كبيرة ومعقدة نسبيا. ستطيعون تصفح باقي الدول إذا كنتم مهتمين بقراءة كل الدول المعرفة على الجداول، فما عليكم سوى تصفح الدوكيومونطاسيون الخاصة ب W3C أو موزيلا. أمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس الخاص بالتعامل مع الجداول باستخدام لغة جافا سكريبت، وشكرا وإلى اللقاء في درس آخر.